والكيمياء والفيزياء، ولكن من وجهة نظر العراقي علي السالمي الذي قدم المعلومات والأفكار العلمية بطريقة مشرفة أولاً ويشار إليها بفخر، وثانياً بطريقة ممتعة تسهل حتى على الأشخاص البعيدين عن عالم العلوم والفيزياء والكيمياء معرفة المعلومات. اليوم هو ضيفنا عبر السكايب أكيد علي السالمي، لكن قبل الحديث معه راح نشاهد شيء من محتوى ومن بعدها ننتقل له. اللي انتشر مؤخرا لهاي الخرفان اللي تدور حول نفسها بشكل غريب، معقوله جاي يحضرون جن؟ هذا الفيديو الغريب هو من احد المزارع في الصين، وصاحب المزرعه يقول هاي الخرفان صار لها اكثر من 10 ايام تسوي هذا التصرف الغريب، واكو عده تفسيرات لهذا الفيديو ولكن لحد الان ماكو جواب نهائي. بعض الخبراء يقولون انه هاي الخرفان بيها مرض يسمونه الليستريوسيس، تسبب نوع من انواع البكتيريا واللي اثر على الجهاز العصبي للحيوانات واللي يخليها تسوي مثل هيج تصرفات، بس هذا المرض يخلي الحيوانات تتعب وممكن يخليها تموت، وهاي الخرفان كانت بصحه جيده، لذلك اكو تفسير ثاني انا ارجحه اكثر. فبعض الخبراء بتصرفات الحيوانات يقولون انه هذا التصرف اللي جاي يسوي هذا الخرفان هو شغله طبيعيه نتيجه الملل او الضوجه او الضغط النفسي خطيه، فيمكن لان هاي الخرفان صار لها وقت كلش طويل بالحظيره مالتها واللي تكون صغيره بالحجم واللي تحد من حركتها، فيمكن وحده او اثنين صار عندهم ملل او ضوجه فقرروا يسوون هذا التصرف حتى يرفهون عن نفسهم، ولان الخرفان تعيش على شكل قطعان واحد يقلد الثاني حتى يبقون على قيد الحياه، فبقيه الخرفان قرروا يقلدوهم ويسوون هذا التصرف. وبكل الاحوال مهما كان التفسير لهذا التصرف فهو اكيد علمي وبعيد كل البعد عن الشغلات الغير طبيعيه وشغلات الكائنات الفضائيه وهاي السوالف. اذا هذا المحتوى اللي شفناه لضيفنا اللي راح يكون ويانا اكيد. صباح الخير علاوي. صباح النور. يسعد صباحك، نورتنا. علي بدايه اريد الله يخليك علاوي، اريد بدايه بطريقتك الخاصه انت عرفنا وعرف كل المشاهدين منو علي سامي. انا علي سالمي من البصره، سكات عراقي احب الدراسه، انا اشتغل اول رحله بالمدرسه واذكر الاستاذ انه عندنا اليوم امتحان، وهسه انا اصنع فيديوهات عن الفيزياء والعلوم والفلك وكل شيء له علاقه بالمعرفه البشريه حتى اخلي الناس يحبون العلم اكثر ويتونسون بالدراسه اكثر. حلو، حبيت من عرفني سكات. انت دائما بحياتك اليوميه من تسولف الابتسامه على وجهك؟ دائما يعني واضح. هذا الشيء اعتقد يعني فيزيولوجي بي انه اكو تركيب بعضلات وجهي يخليني دائما ابتسم. وانت حلو هذا الشيء هواي ناس يقولوا لي عليه يعني. وانت حلو يعني فرحان قاعد ادور رحله. يا رب دوم الابتسامه موجوده على وجهك وبحياتك. شكرا شكرا. علي، على حب العلوم والكيمياء والفيزياء، هو حب وشغف من الطفوله عندك لو شيء وعالم خلينا نقول اكتشفته بالصدفه؟ لا اكيد مو بالصدفه، يعني هو من وانا صغير، يعني من وانا كنت صغير جدا اول ما بديت ابغى التلفزيون بديت اشوف برامج وثائقيه واتعلم عن الفيزياء وعن الاحياء وعن الحيوانات مثلا. حلو. فصار عندي هيك شيء دافع لهذا الشيء وخلاني احبه، بعدين صار عندي انترنت ويوتيوب وكمبيوتر فصرت اتعلم اكثر وفتح قدامي يعني بوابه كثيره كبيره جدا من المعرفه على الانترنت. جيد. وبعدين قررت انه انقل هاي المعرفه والمعلومات للناس. حلو. طيب علاوي، خلينا نكون واقعيين وكل صراحة، أي شخص موهوب اليوم وعنده اهتمامات علمية أدبية خاصة يعاني من العزلة، ينعزل والناس تستغربه، أنت عانيت من هذا الموضوع بداياتك؟ انعزلت؟ ابتعدت عن الناس؟ هو أنا ما عندي عزلة، يعني أنا ما عندي مشكلة ويا الناس، بس أنا شخصيا طبيعتي ما أحب هواي أطلع. بس ربما هو هذه المعرفة الزائدة والانغماس الكبير باختصاص معين أو مجال معين تكون انطوائي أكثر، خصوصا أي إذا مجال ما تلقى به ناس يشاركوك هذا الاهتمام فأكيد راح تنطوي عن نفسك. صحيح. بس أنا بالعكس، أنا قلت إنه أنا حتى لو ماكو ناس مهتمين بالأشياء اللي أنا أحبها راح أخلي الناس مهتمين من خلال إنه أنشر فيديوهات أسولف عن الموضوع، وبالعكس لقيت عدد كبير جدا من الناس مهتمين بهاي المواضيع، منتظرين شخص من مجتمعهم يحكي بلغتهم، يحكي بكلماتهم ومفرداتهم يسولف عن هاي الشغلات، وبالعكس يعني لقيت يعني استقبال كل جيد. وانت ما مبين عليك انعزال، مبين اجتماعي ما شاء الله ومن الضحكه اللي انت البصره ولا انت بصره ولا نصريه؟ لا بصرة حي الله البصرة واهلها من الآن. طيب علي، كثير نشاهد محتوى لك بمجال الفضاء او مع رواد عالم الفضاء العرب، هذا الشيء يعني حضرتك مخطط للعمل بهذا المجال او لا من باب الاهتمام بصناعة محتوى جذاب ومفيد وهادف بنفس الوقت؟
والله دائما هواي تجيني تعليقات انه نتمنى تصير رائد فضاء، نتمنى تصير عالم، بس انا صراحه يعني طموحي انا ما اريد اصير رائد فضاء ولا اريد اصير عالم فيزياء. انا احب اسولف عن الفيزياء، احب اسولف عن الفضاء، واذا اخلي الناس تريد يصيرون رواد فضاء، اذا اخلي الناس يصيرون علماء بمجال الفيزياء او غيرها مجال علوم. فانا شخصيا ما عندي صراحه طموح شخصي انه اصير رائد فضاء او مختص او مثلا اخذ دكتوراه او بروفيسور بالعلوم. بس انا بس احب اسولف عنها واخلي الناس والهم الناس انه يدخلون في مجالات. حلو. طيب هسه انا وانت وحسناء وكل المشاهدين راح نروح نشوف محتوى وفيديو اللي تقدمه انت دائما بالسوشيال ميديا. تسبح حتى تقدر تسبح بالفضاء. رواد الفضاء بمحطة الفضاء الدولية مرات يطلعون من المحطة في عملية يسموها السبيس ووك أو المشي الفضائي، حتى يصلحون فد معدل أو يضيفون شغلة جديدة على محطة الفضاء الدولية. هاي العملية طبعا صعبة وخطيرة ونادر ما يسووها، ويدربون عليها هنا بالكرة الأرضية من خلال مسابح خاصة يسموها Natural Buoyancy Pool. وأكبر واحد من هاي المسابح موجود في أمريكا وتابع لناسا، طوله 62 متر وعرضه 31 متر وعمقه يوصل إلى 12 متر. المميز بهاي المسابح أن رواد الفضاء يقدرون يختبرون ظروف انعدام الجاذبية هنا على الكرة الأرضية داخل هذه المسابح، فيلبسون بدلات مال فضاء خاصة مربوطة بخرطوم مال الهواء، ويقدرون يعدلون الوزن مال رائد الفضاء والكثافة مالته بحيث يطفو داخل المياه، وقوة الطفو مال المياه ما ترفع للأعلى، وبذلك يصير عندنا ظروف مشابهة لظروف انعدام الجاذبية، وبالتالي يقدرون يتدربون على هاي المهمات اللي سووها بالفضاء. وبهذا المسبح الموجود في أمريكا أكو نسخة مطابقة للحجم لمحطة الفضاء الدولية ونفس الأجزاء مالتها، ويقدرون رواد الفضاء يتدربون على المهمات اللي سووها هناك. فمنو كان متخيل إنه أنت لازم تعرف تغوص داخل المياه حتى تعرف تسبح؟ علاوي أنا بدي أعرف منك إنه هذا المحتوى اللي تصنعه قد يأخذ منك وقت وجهد، يعني أنت دائما تجيب معلومات جديدة، ماكو تكرار. شلون هنا تقدر تتعايش ويا بيومك بشكل طبيعي؟ شلون تقدر تجيب المعلومه؟ ايش قد تاخذ منك وقت؟ ايش قد تاخذ منك جهد؟ والله هي المعلومات ما تاخذ كل شويه جهد، ليش؟ لان انا عندي احتكاك دائم، يعني من وانا قلت لك من وانا ما بديت اتعلم لحد انا انشر، انا دائما يعني طول الوقت انا اقرا واتصفح اشوف شنو الجديد، شنو الشغلات المميزه، شنو الشغلات المثيره للاهتمام بهاي المواضيع. بس اللي ياخذ وقت هو مثلا التصوير، المونتاج، ترتيب النص وهذه الامور. انا قبل كان ياخذ مني وقت لان كنت اشتغل وحدي، من كنت عايش في العراق، كنت اشتغل بشركه كمهندس وارجع من الدوام لازم اكتب النص واصوره وامنتجه وانشره حتى يشوفون الناس. بس حاليا الوضع تحسن اكثر، انا هنا عايش في دبي واشتغل بشركه للانتاج الفني، فهم يصورون وهم يساعدوني بالكتابه ويساعدوني بالمونتاج. حلو. فصار الامر اسهل، فصار عندنا يعني ارتفعت الجوده مال المحتوى وكذلك الكميه مالته. واضح. زين هاليوم لايام نشرت محتوى معلومه وبعد فتره اكتشفت انه في خطا وتراجعت عنها او لا؟ خاصه احنا بافكار تخالف فكره اجيال واجيال، فصار عندك هذا الشيء؟ احيانا نعم تصير بعض الهفوات، مثلا نغلط برقم، نغلط بتاريخ، بس يعني كغلط بمعلومه كامله او مثلا الفيديو كله يكون غلط، هذا الشيء يعني ما صاير، لان انا دائما اتاكد بشكل كلش كبير من المعلومات. يعني جاي نشره معلومات علميه وممكن الناس تعتمد عليها بشكل من الاشكال، فلازم اكون كلش دقيق بيها وناخذها من مصادرها، مثلا من مجله علميه، من موقع علمي معين، من جامعه او من شخص مختص بهذا المجال. حلو. طيب هنا اللوي بكل صراحه، هل من جهة إعلامية أو جهة حكومية دعمت المحتوى اللي أنت تقدمه؟ لو كل اللي تقدمه على السوشيال ميديا جهود ذاتية بحتة منك فقط؟ قلت لك من كنت بالعراق كان جهود ذاتية، يعني أنا أسوي كل شيء، وحتى مردود مادي ما كان عندي من صناعة المحتوى. بس حاليا لا، أنا هنا قلت لك يعني شركة نيو ميديا أكاديمي شافوا المحتوى مادي وكلش حبوا وخلوني اجي هنا الامارات واشتغل وياهم واسوي برنامج خاص فيي ما شاء الله على اليوتيوب على قنواتهم. الله يوفقك. زين علي، هل تطمح ان تكون تدريسي او استاذ بروفيسور بمجالات علميه او صناعه المحتوى وتطويره وتقديم برامج هي الحلم الاكبر؟ ياهو بيهم تشوف نفسك. لا اكيد تقديم البرامج اشوفه راح يخليني اوصل الناس اكثر ويكون اسهل وتأثيره يكون أكبر. لربما أنا ما أقلل من مهنة التدريسي أو البروفيسور أو الأستاذ الجامعي، بس هي تظل محدودة بالقوانين والضوابط الخاصة مثلا بالمؤسسة العلمية اللي هو يشتغل بها ويجين الأمور. بس الشغل على هسه حاليا على السوشيال ميديا وعلى التلفزيون مثلا أو على اليوتيوب
يخليك توصل ناس اكثر وما يحط عليه قيود، تقدر تشرح المواضيع بالطريقه اللي تعجبك وبالوسائل اللي تشوفها مناسبه لكل الناس. حلو. هنا انا علاوي قبل ما انتقل لسؤالي خليني ايضا وياك نروح نشوف بعض من الفيديوهات والمحتوى اللي تقدمه على منصات التواصل الاجتماعي. هي فكره قديمه كلش، قبل الناس من ما تعرف تفسر فد شيء تخلق تفسير من عندها وتنطيه اسم وتنشره وتكبر من عنده، والجاذبيه هي واحده من هاي الشغلات. فقبل الناس ما تعرف ليش الاشياء تسقط الارض وشلون الكواكب تدور، فقالوا اكو هاي القوه الغريبه والمتاصله في كل الاجسام اللي لها كتله هي اللي تخليها تتجاذب ويا بعض، وصار لها قوانين وعلماء هواي اشتغلوا عليها، من ابرزهم نيوتن اللي كلش وسع من فهم العالم له. بس كل هذا الحكي القديم عن الجاذبيه مو كلش دقيق، فماكو اي قوة غريبة وغير مرئية تتبادلها الاجسام حتى تتجاذب ويا بعضها او حتى التفاح يسقط او حتى الكواكب تدور حول بعضها. بس الحلو بالمنهج العلمي انه في تطور مستمر وما بي اي حقائق او نظريات ما نقدر نتحداها، وهذا هو اصلا اساس قوته وتفوقه على الطرق الاخرى بتفسير العالم الطبيعي. الجاذبية حاليا هي جاذبية اينشتاين اللي دمر كل المفاهيم القديمة حول الجاذبية وسوانا نظرية رهيبة خلت كل شيء يقعد بمكانه وكل يوم تثبت صحتها وقوتها. هاي النظرية الكون متكون من نسيج رباعي الابعاد يسمونه الزمكان، فد شبكة تملأ الكون كله وعلى خيوطها تتحرك الاجسام بخطوط مستقيمة، ولكن هاي الخيوط ممكن تنحني وتتمدد وتلتف بسبب كتلة الاجسام اللي عليها. فلما جسم معين جاي يمشي على وحدة من هاي الخطوط بشكل مستقيم والخط ما تنحنى بسبب كتلة كبيرة، فهذا الجسم غصبا عليه يغير مساره ويا الخط اللي جاي يمشي عليه. فإذا هذا الجسم مالتنا ما انجذب للجسم الكبير اللي غير مساره، هو فقط مشى بالمسار مالته اللي صار بيه انحناء. هو هذا اللي يميز الجاذبية مال اينشتاين، هي مو فد قوة غريبة تتبادلها الأجسام، إنما هي مجرد الانحناء اللي يصير بخطوط الزمكان اللي تمشي عليها الأجسام بسبب أجسام ثانية أكبر من عندها بالكتلة. وهذا الشيء يحكم كل شيء بالكون، من التفاح اللي يسقط من الأشجار إلى الثقوب السوداء. وبالأخير حتى لا نضم نيوتن وغيره من العلماء اللي اشتغلوا على الجاذبية واللي سوونا قوانين وهي أيضا صحيحة وجاي نستخدمها، ولكن هي مجرد. طيب كلش حبيت الستايل. فتشيز تقول له الدجاجة يا الدجاجة. هلا هذا ستايل يعني شنو يعني أنت ليش اختاريت إنه تلبس الدجاجة وتطلع تحكي عن موضوع الجاذبية وهاي التفاصيل؟ والله صراحة هذا الفيديو أتذكر إنه كنت توه مشتري الدجاجة وكان بوقتها رمضان وقرقيعان فقلت خلي أتطور بيها فيديو. حلو. طيب هنا تعال قول لي على طاري هالعلوم والمعلومات الكونية، شنو رأيك باللي دا يحدث اليوم بالعالم من تغيرات مناخية، زلازل، عواصف، هل لك رأي خاص علمي بها؟ مو رأي خاص، إنما رأي العلوم. يعني التغير المناخي هو شيء حقيقي تمام وموجود. مناخ الأرض جاي يتغير بشكل كلش كبير، والمسبب الرئيسي له هو احنا البشر، يعني المصانع والاستخدام للبلاستيك. صحيح. وعدم التخلص جيد من النفايات، بمعنى احنا دلوث البيئة. اي يعني هذا للأسف، يعني احنا صح. البشر ما صار ان كم ثانية من عمر الكرة الأرضية موجودين وسوينا هذا الدمار الكبير، فلذلك لازم يعني اكو لازم تكون جهود كلش كبيرة من كل الناس، كل دول العالم هي مسؤولة عن هاي الأرض، ولازم يسوون الإجراءات الصحيحة حتى نحافظ عليها، حتى نحن نظل مستمرين والأجيال القادمة تستلم هذا الأرض من عندنا بشكل جيد إن شاء الله. طيب علي، شنو الخلل اللي يجعل كثير الناس تعزف عن المجالات العلمية؟ يعني بالعراق الموضوع صار للدراسة فقط، وبعد التخرج الفرص صارت الوظيفية جدا ضئيلة أمامهم، وين الخلل برأيك؟ يعني هو أكو هواي مشاكل ممكن تكون سبب رئيسي. طيب. تكون أسباب، بس أنا أعتقد واحدة من الأسباب الرئيسية هي احنا شلون نطرح العلوم للناس وشلون نوصلها لهم. يعني صارت هو مو بس العراق هاي المشكله، يعني هاي المشكله موجوده بكل العالم. احنا النظام التعليمي مبني على الثوره الصناعيه اللي صارت قبل 100 سنه، واللي هي انه كانت يردون افراد يتخرجون من المدرسه ويشتغلون بالمصانع حتى كل شيء يشتغل والناس تربح فلوس. بس هذا النظام يعني سنه عن سنه جاي يصير مو زين. ليش؟ لان ما جاي نقدم به العلوم، ما جاي نقدم به كل العلوم، سواء العلوم التطبيقيه من فيزياء وكيمياء ورياضيات او العلوم الانسانيه مثل الجغرافيا واللغه العربيه وغيرها من هاي الامور، ما جاي نقدمها بطريقه انه هي ممتعه وان هي مفيده وان هي وسائل تخلينا نحل المشاكل الموجوده بالعالم وتخلينا نتواصل ويا الناس بهاي الكره الارضيه وتخلينا نفتهم عن الكون شلون جاي يشتغل ونفتهم عن المجتمعات شلون جاي تتطور، انما
جاي تنطرح كأنه هي مجرد مجموعة من الكلمات والحروف والرموز اللي لازم تقراها وتتعلمها حتى تنجح بالامتحان وتاخذ درجة عالية، وراها بعد انت شوف اي كلية تدخل، حتى تدخل مثلا تشتغل بمصنع، تشتغل بشركة، وتطلع فلوس وتعيش حياة عادية. فهذه اعتقد السبب الرئيسي اللي خلى الناس ما يفهمون ليش جاي ندرس علوم، احنا ليش جاي ندرس عن المغناطيس، ليش ندرس عن نهر النيل، ليش ندرس عن اللغة العربية، ما جاي يقولون ليش جاي ندرس. فاحنا لازم، هذا جزء اساسي يعني بالمدرسة، الاستاذ لازم من يدرس الطلاب لازم يقول لهم ليش جاي ندرس هاي الامور، شنو الفائدة من عندها، شلون نقدر نستخدمها حتى نفيد هذا العالم ونفيد المجتمع ونفيد نفسنا. صح، اكيد. نعم عمي علاوي، قبل ما اروح ويا المشاهدين ونشوف ايضا فيديو من محتواك اللي تقدمه، ارد اعرف من عندك، يعني ارد ارجع لفت جزئيه، منو بالبدايه شجعك؟ منو بالبدايه كان له الفضل الاكبر انه دائما يدعمك، دائما يقول لك اي نزل هاي الفيديوهات، اي تخصص بهذا المجال؟ والله صراحه بالبدايه لما اول ما بديت انشر فيديوهات ما كان، يعني كانت مثلا اهلي واصدقائي كانوا هذا الامر غريب عليهم، يعني اول واحد بالعائله يسوي فيديوهات ينشرها على الانترنت، فما يعني انا اتفهم هذا الشيء انه ما كان عندهم يعني نظر بعيد الموضوع، قالوا لا هذا الشيء ما راح يستمر، هاي مجرد هوايه انت بس جاي تسوي سوالف. بس اكيد اصدقائي بعدين لما شافوا الانتشار، وكذلك اهلي لما شافوا التاثير الكبير اللي جاي يعني جاي يصير من خلال الفيديوهات، اكيد جاي يدعموني. بس بالبدايه اكيد هو اكثر شيء اهلي، كانوا يعني اكيد اهلي هم وفروا لي هاي الامكانيات، هم اشتروا لي التليفون، هم اللي يعني انا استعيش في البيت مالتهم واللي اصور به، فاكيد هم اول ناس دعموني بهذا الشيء. الله يحفظهم يا رب. امين امين. علاوي قبل ان نختم وياك، امانه محتواك جدا ملفت وهادف بنفس الوقت، فعندنا فيديو ايضا للمحتوى اللي حضرتك تقدمه على حسابك الشخصي، خلينا نشاهده سوا. مليون دولار من بيع قطع الأراضي على القمر، تعرفوا وياي على دينيس هوب، سباك سابقا ومالك للقمر حاليا. فبالعام 1980 أعلن دينيس على أنه هو مالك للقمر وجميع الأجرام السماوية بالنظام الشمسي مالتنا، وبدأ يبيع من عندها قطع أراضي للناس بسعر تقريبا 8 سنتات لكل متر مربع من القمر، وفوقاتها ينطيك شهادة بهذا الشيء، وأيضا عارض كوكب بلوتو بسعر 250 ألف دولار فقط بلاش. بس يا ترى هل هذا اللي جاي يسويه دينيس هو شيء قانوني؟ ومنو فعلا يمتلك القمر والفضاء؟ بالعام 1967 اجتمعت الأمم المتحدة وأصدرت ما يعرف بمعاهدة الفضاء، واللي هي اتفاق عالمي على أن كل الفضاء وكل ما يحتويه هو ملك لجميع البشر، وما يحق لأي دولة تتملك أي جزء من عنده بشكل فردي، وأن الفضاء هو مكان للسلام فقط، وما يحق لأي دولة تحط به أي نوع من الأسلحة تستخدمه فقط للأغراض السلمية. بس هاي المعاهدة واللي وقعت عليها 112 دولة هي عامة جدا، وما تشرح لنا شلون نقدر نستخدم القمر وبقية الأجرام السماوية. فمثلا القمر بيه الكثير من الموارد مثل الغازات والمعادن مثل الحديد والتيتانيوم، ولكن شنو هي القوانين اللي تحدد منو يقدر يستخلص هذه الموارد، وشلون يقدر يتقاسمها، ولأي غرض يقدر يستخدمها؟ فهذه الأسئلة وغيرها الكثير حول استخدام البشر للفضاء من المهم جدا مناقشتها. حاليا هنا بالإمارات اجتمعت العديد من الدول في حوار أبوظبي للفضاء حتى يتناقشون حول مستقبل البشر بالفضاء ويشرعون القوانين اللي تضمن استخدامه بشكل عادل، فهو حدث جدا مهم راح يأثر بشكل كبير على مستقبل البشر بالفضاء. علاوي، يعني احنا نتمنى يعني دائما نشوف على السوشيال ميديا هذه الفيديوهات المهمة، هذه الفيديوهات اللي فعلا محتوى إيجابي، حتى ما نحتاج انه وزارة الداخلية كل الحب والاحترام لها انه تعتقل وتحاسب الناس اللي تقدم محتوى هابط، يعني خلي الناس تقتدي بيك باللي تقدمه، هذه الافكار المهمة، المعلومات العلمية اللي يمكن اغلب شبابنا اليوم وبناتنا غايبين عن هذه الامور، ما مهتمين لهاي التفاصيل. فاني كلش انحني لك احتراما لموهبتك، لذكائك، للمحتوى اللي تقدمه. اريد منك تقدم رسالة أخيرة توعية لكل الشباب والبنات اليوم اللي يغيبون عن موضوع المحتوى الإيجابي، واللي بنفس الوقت حاب توجه لهم نصائح مهمة تخدمهم من خلال برنامج يوم جديد. يعني احنا بالعراق يعني عندنا ظروف خاصة دائما، والوضع هو دائما أحسن ما يكون، وهالشيء ممكن يعني يكون سبب انه الناس ما تكون مهتمه بهاي الامور الجوانب العلميه، يقول لك انا حياتي تعبانه اروح اتابع هاي شغلات. بس انا من خلال هاي الفيديوهات اريد اوضح انه اولا
هاي الامور انت ما يحتاج تحفظها بشكل اساسي، انما مجرد تلهمك انه حتى تسوي شغلات زينه. زائدا هواي اكو اشخاص في العراق عندهم اهتمامات لربما يقول انه ما حد يشاركنا، مثلا انا مهتم مثلا العب شطرنج، ماكو ناس يحبون يلعبون شطرنج. اقول لك لا، انه اكو دائما بالعراق اكو ناس يشاركوك اهتماماتك، انت بس مجرد لازم تحاول تبحث عليهم شويه بشكل اكثر على الانترنت وعلى الانستغرام وغيرها من المواقع، راح تلقى ناس يشاركوك هذه الاهتمامات. وهذا جزء كلش مهم، انه لازم تحيط نفسك باشخاص يشاركوك اهتماماتك، يدعموك ويساعدوك بتحقيق اهدافك، بدل ما تحيط نفسك باشخاص يحبطوك سلبيين فعلا ياخذون من طاقتك. صح 100%. انا وياك ايدك بهذا الموضوع واحنا جدا فخورين بك علي امانه اليوم بهذا الامور، فاكيد ربي يوفقك وما شاء الله انت المرحله اللي واصل لها، احنا اكيد نفتخر بك مثل ما حضرتك مفتخر بنفسك وعائلتك مفتخره بك. نتمنى كثير من الشباب اليوم يشوفهم بالوقت الحالي يخطون خطى علي السالمي. نورتنا وشكرا لتواجدك ويانا، وان شاء الله هذه مو اخر مره. شكرا جزيلا ويوم سعيد لكم. شكرا لك علاوي. اذا المشاهدين الكرام خلونا ننتقل وياكم لفاصل وبعدها مكملين وياكم لهذا اليوم.